نصيحة قدمها لها زوكربيرغ في الثانية صباحاً دفعتها لتأسيس مشروع ناجح. كانت الساعة الثانية صباحاً في إحدى ليالي عام 2011 عندما كان زوكربيرغ يتسكع مع جميع المتدربين في فيسبوك ليلعب الشطرنج مع سوفي نوفاتي، فاستغلت الفرصة لتطرح عليه سؤال المليون دولار: كيف ستجني الشبكة الاجتماعية أي أموال؟ لم تكن فيسبوك تجني حينها أي أموال، فكان رد مارك أنه إذا كان بإمكانك تقديم القيمة للناس فهناك دائما طريقة لتحويل هذه القيمة إلى دولارات. سوفي تركت الشركة بعدها لتنضم إلى منصة نيكست دور كمهندسة متخصصة بنظام iOS، ثم أسست شركتها الخاصة فورميشن في عام 2019 باندفاع شديد على تقديم القيمة للعملاء قبل تحقيق المال. واليوم جمعت شركتها أكثر من 8.5 مليون دولار من التمويل، وتعمل مع نتفليكس وجوجل وتويتش ودروب بوكس وأدوبي وغيرها. للمزيد من المعلومات تابعونا على Financial Freedom Today.